كثيرون يجهلون مصطلح اليقظة الدوائية والمقصود بها، وكيف بإمكان أن يطور من مسألة وعينا بمضاعفات الأدوية وتأثيراتها وشروط تناولها. للتعرف أكثر على هالموضوع نرحب معنا بالصيدلانية الدكتورة ريم العيسى. صبحت الله بالخير دكتورة. الله يصبحك بالخير، يا هلا فيك دكتورة. يمكن قبل أن نبلش لقائنا تناقشنا أنا معك أنه فعلا يمكن مصطلح اليقظة الدوائية مصطلح جديد، يمكن الكثيرين يجهل معنى اليقظة الدوائية، فشنو يعني اليقظة الدوائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر قناة المجلس وأشكرك روان على استضافتي في هذا البرنامج. تشرفينا دكتورة. طبعا اي موضوع اليقظة الدوائية يعتبر جديد، ولو انه مو موجود، يعني موجود من زمان، بس بالنسبة للكويت والمجتمع الكويتي بعده موضوع جديد. فاحنا نبي نتكلم عن المعنى اللفظي لليقظة الدوائية والمعنى العملي والعلمي لليقظة الدوائية. المعنى اللفظي هو انك تكونين يقظة واعية لما سيحدث للدواء قبل حدوثه. لما سيحدث للدواء قبل حدوثه؟ يعني يحدث من الدواء قبل حدوثه، يعني من آثار جانبية. تكونين واعية ومدركة وعارفة شلون طريقة استخدام الدواء، شنو الآثار الجانبية اللي ممكن تحدث لك كونك أنت عارفة بصحتك وعارفة شنو مثلا تاريخك الطبي، شنو الأدوية اللي تاخذينها، شنو المكملات الغذائية، شنو الأشياء اللي تاخذينها. فلازم تكونين واعية أن قبل آخذ الدواء أنا لازم أكون فاهمة إذا كان في تفاعلات راح تصير مع هالدواء، مع أدوية أخرى، مع مكملات أخرى، مع نمط الحياة اللي أنا ماشية هي، مع صحتي أنا، واعية ومدركة بما سيحدث لجسمك من هذا الدواء قبل حدوثه. هذا يقظة الدوائية، الوعي. بالنسبة للمعنى العملي والعلمي هو كشف وإرصاد رصد الآثار الجانبية اللي ممكن تحدث من الدواء بعد ما يوافق على تداوله في الأسواق. يعني الدواء شنو يمر في كذا مرحلة. لما يدخل الكويت أو أي بلد بالعالم، الجهة الرقابية، الحين عندنا مثلا إدارة الرقابة الدوائية، يدرسون الدواء وملفات الأدوية والدراسات اللي تقدمها الشركة المصنعة علشان يتسجل في الكويت ويدخل في الأسواق. هذه المرحلة قبل التسويق. طيب بعد التسويق شنو راح يصير؟ من يراقب الدواء؟ من يراقب شنو راح يصير مع الدواء عند الناس اللي يستخدمونه؟ شنو الآثار الجانبية اللي سببها الدواء؟ ممكن تكون آثار جانبية أوردي مذكورة في النشرة الداخلية، بس ممكن كوننا إحنا عندنا جيناتنا مختلفة، نمط حياتنا مختلف، نوعية الغذاء اللي ناكله مختلف عن الناس اللي سووا عليهم تجارب كلينيكية في الدول الأخرى. فممكن تطلع عندنا آثار جانبية جديدة مو معروفة، مو مكتوبة في النشرة الداخلية. يعني ممكن أنه يتم، أنه حتى لو تم اختبار الدواء في سواء البلد المصنع أو في بلد أخرى، لكن يمكن تختلف آثار الجانبية عندنا. ممكن تصير. هل هذا يتم متابعة هالشيء من قبل وزارة الصحة؟ هذا المفروض اللي يصير، وهذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. يعني هذا اللي احنا مفروض نتابعه، يكون عندنا في يعني شكل قانوني للإدارة أو القسم أو وحدة في وزارة الصحة تتابع الآثار الجانبية للدواء بعد ما يتم الموافقة على تداوله في الأسواق داخل الكويت. وليش لحد الحين مو قاعد يتم تفعيل هذا الموضوع؟ أو شنو الأسباب اللي معطلة الموضوع؟ هو جديد، هو موضوع جديد. يعني مثلا الصرخة اللي صارت بعد في 2000 في كذا دواء انسحب من الأسواق العالمية، يعني صار شكل مكرر. وطبعا في أدوية وايد صارت انسحبت من الأسواق من الستينات، اللي أهمها كان ثلاثيمايد، هو الدواء اللي كانوا يأخذونه النساء الحوامل في بداية الحمل عشان يخفف الغثيان والتقيؤ مع الحمل. نتيجته كانت أن في أطفال انولدوا بتشوهات خلقية فظيعة بدون إيد وريل وكذي، وفي منهم يعني كثير من الأطفال هذول ماتوا، وفي بعضهم عايشين للحين بهذا الشكل. هذه يعني الإعاقة. فهذا كانت بداية فاتحة اليقظة الدوائية في العالم كله. يعني هي يعني متى ظهرت دكتورة ريم؟ في بعد 62 بدأت الأمور توضح لحاجة العالم كله لليقظة الدوائية. بعدين صارت التكرار للأدوية اللي تدخل الأسواق وتنسحب، وصارت وايد في الألفينيات. يعني منها البكسترا، دواء المسكنات، والفايوكس اللي انسحب سنة 2004، وبعدين أفانديا، وايد أدوية انسحبت، كثير من الأدوية. نعم. وريدكتيل، هذا دواء التخسيس.
وايد ادويه بدات يعني تنسحب من الاسواق بعد ما يكتشفون ان فيها اثار جانبيه خطيره يعني على القلب، يسوي سكتات وجلطات وكذي. فبداوا يتجهون الى هذا المجال بقوه، اليقظه الدوائيه من 2008 او عقب 2008 2009. تمام. الحين دكتوره ريم، احنا قاعد نتكلم ان اي شخص واعي لما ياخذ الدواء سواء من الصيدلي او يتم صرفه من قبل الدكتور، في البعض يقرا النشره اللي موجوده داخل الدواء. هل ممكن ان انت من كلام اللي قاعد تفضلين فيه ان ممكن في اعراض جانبيه ما تكون مذكوره ويتعرض لها الشخص؟ ممكن مو ممكن، يعني هذا ايش كثر مفيد النشره اللي داخل النشره الداخليه شلون يسوونها؟ لما يصير متابعه، طبعا النشره الداخليه فيها هم اجين تو فيزز، المعلومات اللي مذكوره فيها طلعت نتيجه لنتائج الدراسات الكلينيكيه اللي صارت على الدواء قبل لا يدخل الاسواق العالميه. يعني سووا دراسات كلينيكيه طويله على عدد او شريحه معينه من الناس. يعني الدراسات الكلينيكيه عاده تقريبا تاخذ 3000 الى 5000 مريض يسوون عليهم دراسات كلينيكيه. اول ما يبتدون يكتشفون ان هذا الدواء امن وفعال وما في اثر جانبيه يعني تذكر او خطيره، يدخل الاسواق، يوافقون عليه الهيئات الرقابيه وتدخل الاسواق. بعدين لما يدخل الاسواق الدواء هني يستخدمونه ملايين البشر، مو 5000، صحيح، مو 3000، مو 10000، ملايين الناس، ويستخدم لفترات طويلة. يعني أنت الحين مو قاعد تستخدمينه مثلا 5 سنين أو 10 سنين بس، قاعد راح خلاص دخل الأسواق راح يبتدون الناس يستخدمونه، يمكن بعد 20 سنة تطلع لك آثار جديدة. عرفتي؟ مع المدى الطويل والاستخدام وتغير تغيرات في أجسامنا، نوعية الأكل والناس اللي يستخدمونه يعني غير، أو الظروف اللي قاعد يستخدمونها غير الظروف اللي موجودة في يعني فترة الدراسات الكلينيكية. الدراسات الكلينيكية مهما كان لما يسوونها في لابس ومختبرات تكون الظروف محكمة. نعم. بس لما تهدينا في الأسواق خلاص أنت ما عندك كنترول على الكونديشنز أو يعني الظروف اللي يتعرض لها المريض وهو قاعد ياخذ الدواء. وفعلا يمكن بعض المرات حتى طريقة تناول الدواء من مريض لآخر، يعني يمكن شخص يكون حريص أنه ويتبع تعليمات الدكتور يعني بحذافيرها، أنه مثلا إذا كل 6 ساعات في البعض يمكن يعني يتمادى أو أنه يعني يتقاعس، وهذا فاكتور عامل وايد مهم. يعني مدى فائدة دكتورة اليقظة الدوائية؟ خلينا نتكلم من ناحيتين، من ناحية المريض ومن ناحية الدولة، أن يكون فعلا يتم تفعيل هالموضوعية هاليقظة. شوفي الآثار الجانبية طبعا احنا نتكلم أكثر شيء عن الآثار الجانبية الخطيرة، يعني إذا كانت آثار جانبية بسيطة وتروح بعد ما توقفين الدواء يعني هم هنا نهتم فيها طبعا لازم، وإذا أحد يعني صارت فيه آثار جانبية حتى لو بسيطة المفروض نعرفها يعني. لكن خلينا نتكلم عن الآثار الجانبية الخطيرة اللي ممكن تسبب مشاكل في القلب او تؤدي الى سكر او جلطات وكذي. هني شنو راح يصير؟ انت راح تكون المضره تعم الفرد والمجتمع والدوله. ليش؟ لانك انت عندك بالدوله اذا دخل المريض المستشفى لاثر جانبي كان ممكن احنا نمنعه من البدايه، انت استخدمتي اسره، استخدمتي طاقم فريق طبي صحيح، اجهزه المستشفيات، يعني كل الريسورسز راح تستخدمينها عشان تعالجين المريض هذا اللي كان من الاساس كان ممكن تمنعين اللي قاعد يصير فيه من اثار جانبيه. هل في شيء دكتوره ممكن يلزم الدوله بان هي فعلا تنظم موضوع اليقظه الدوائيه، تحط منظومه يتم الاشراف عليها من قبل وزاره الصحه؟ طبعا عندنا شيئين يلزمنا. اولا الموضوع مهم، الناس يعني احنا شايفين اهميته، حتى من المسجات اللي تنتشر على ادويه شيل هالدواء من بيتك ويخرعون الناس فيها، هذا شيء وايد مهم ان الناس تبتدي تعرف شنو اللي يدخل عندها في البيت وشنو اللي ما يدخل. الشيء الثاني ان احنا في عندنا شيء اسمه مدونه عربيه لليقظه الدوائيه. هذه المدونة وافق عليها وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي في مارس 2014. هذه المدونة فيها بند واضح يلزم جميع الدول العربية بأنه يكون عندهم منظومة لليقظة الدوائية تتابع الآثار الجانبية للأدوية بعد الموافقة على تسويقها في كل دولة. فيعني هذا شيء احنا اوريدي موجود عندنا، واحنا موافقين على اليقظة الدوائية، منظومة اليقظة الدوائية العربية.
فهذا المفروض شيء يلزمنا ان احنا نهتم بهالموضوع اكثر ويكون عندنا شكل قانوني لليقظه الدوائيه. دكتور الحين الموضوع احنا ما نبي نخرع المشاهدين، لكن طبعًا. في حاله ان شخص خذ دواء واكتشف بعدين انه قاعد يعاني من اثار جانبيه غير المذكوره بالنشره، يروح وين؟ يعني يبلغ او لازم يروح او شيء عند الدكتور يكشف عليه والدكتور يتاكد انه فعلا هذه اثار جانبيه لهذا الدواء؟ اي او شنو الاجراء بالضبط اللي المفروض يصير؟ يقدر يروح للطبيب اللي اعطاه الدواء او وصف له الدواء وخبره بالاثر الجانبي، وهني مسؤوليه الطبيب، يعني لما المريض يبلغ هني مسؤوليه الطبيب انه يبلغ الرقابه الدوائيه في وزاره الصحه بهذا هذه المشكله اللي صارت مع المريض. وفي استماره مخصصه للهيلث كير بروفيشنالز، الاطباء والصيادله اللي او حتى الممرضين او اي احد له علاقه بالمريض والدواء اللي قاعد ياخذه. دكتورة ما بأقطع كلامك، بس هل يعني مفروض أن الدكتور حتى إذا ياله مريض واحد أنه يبلغ على طول، ولا لازم ينطر يشوف أكثر من مريض عانى من نفس الأثار الجانبية؟ لا، المفروض أي مريض أي خبرة بمشكلة المفروض تبلغ لإدارة الرقابة الدوائية، وهناك تكررت البلاغات هناك يسوون دراسات إحصائية من خلالها يعرفون إذا في مؤشر يبين علاقة الدواء بالأثر الجانبي اللي قاعد يصير في الكويت. يعتبر هذا البلاغ شكوى؟ لا، البلاغ غير والشكوى غير. الشكوى أنك أنت يعني في شيء لازم أكشن تاخذينه الحين ضد هذا الدواء. اللي صار أثر جانبي، بلاغ الأثر جانبي من هذا الدواء للجهة الرقابية، هذا يعتبر إخطار الجهة الرقابية بوجود مشكلة في الدواء. إذا تكررت لازم هني ياخذون اكشن، وممكن يسحبونه من الدواء، يمكن من الماركت، يمكن يعني يضيفون معلومه في النشره الداخليه كذي. يعني دكتور ريم، اذا نتكلم شنو الاليه المفروض ان تتبعها في حاله قرروا انشاء مركز اليقظه الدوائيه؟ طبعا هم يقررون اول شيء القانون او يعني شكل قانوني لليقظه الدوائيه، هني يبتدي شغلها يتوسع. أول ما تبتدي البلاغات توصل في وزارة الصحة لإدارة الرقابة الدوائية لمنظومة اليقظة الدوائية، هني لازم يكون يتوسع شغلها عشان يشمل المستشفيات، كل مستشفى يصير فيه وحدة. هذه المستشفى تجمع البلاغ، تساعد الإدارة هذه في تجميع البلاغات وإيصالها لمنظومة اليقظة الدوائية، اللي هم هني راح يقيمونها ويفرزونها ويبعثونها الى مركز أوبسالا العالمي لمتابعه الاثار الجانبيه في دول العالم، ومن هناك ياخذون اكشن في جميع دول العالم. الشيء اللي ممكن ناخذه هني بيست اون الريزلتس اللي عندنا في الكويت بعد ما توصلنا كل هالبلاغات من المستشفيات، ان احنا يكون عندنا القدره ناخذ القرار من نفسنا بما يناسب استخدامنا في الكويت، علشان نقدر نتحكم في الاثار الجانبيه اللي قاعده تصير في الكويت. دكتوره بخصوص يعني حضرتك صيدلانيه واكيد تندرج تحت هذا التخصص الكثير من المجالات، تركيزك على اليقظه الدوائيه شنو السبب وراها؟ اوكي، انا بديت في وزاره الصحه اشتغلت في اداره الرقابه الدوائيه. اول شيء كنت ادرس ملفات الادويه قبل تسويق الدواء، وكان دائما يجيني السؤال هذا، زين انا درست الدواء وراح يدخل الاسواق، شنو راح يصير فيها الدواء عقب ما يدخل الاسواق؟ بحثت وعرفت وهذا، شفت انه في تخصص في الصيدله اسمه فارماكوفيجلنس او اليقظه الدوائيه. انغرست في هذا المجال وحبيته وايد، يعني شفت انه وايد مهم ويا ريت يتطبق في الكويت. يعني نتمنى، يعني دكتوره اتوقع من بعد هذا اللقاء اذا اي شخص كان غافل عن اليقظه الدوائيه اعطيتينا يعني شرح مبسط وسهل ويسير لكل الناس انها تفهم انه فعلا الشخص، انه اكيد احنا نثق في الدكتور انه لما يصرف لنا الدواء، لكن الوعي من قبل الاشخاص أكيد. هم اكيد مهم حتى عشان الشخص بس يحافظ على سلامته اكيد. فنتمنى دكتورة إن شاء الله في اللقاءات الجاية يكون هالموضوع تم إقراره إن شاء الله، وفعلا نشوف مثل هالمواضيع تكون موجودة عندنا لأن فيها أهمية ومنفعة عامة أكيد على الكل وحفاظ على صحة الجميع. كل الشكر لك أكيد دكتورة والصيدلانية ريم العيسى على تواجدك معنا في هذا اللقاء. مشكورين، ما قصرتوا. الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نواصل فقراتنا.